حبيبنا وديع الذي نودعه اليوم، لا بل نودعه بين يدي المسيح الوديع والمتواضع القلب، عاش بحسب اسمه على هذه الأرض، لم يكترث بالمجد الأرضي الذي حمله إياه اسمه الثلاثي، بل تعلم من أبيه السلطان نبذ الأمجاد الزائلة ومساندة الناس في أفراحهم وأتراحهم، واستغلال هذا المجد الأرضي في سبيل ربح الملكوت السرمدي. فكما ارتبط اسم وديع باسم والده جورج، تلازم اسم السلطان جورج باسم بكره وديع، فكان اللقب الأحب على قلبه لقب أبو وديع. بحسب والده وجميع من عرفه، كان وديع غرهم يا حبيبي، أجمل قلب شفته في الزمن ده، وحبه حاجة تانية لأنه أحلى وأحن دنيا. طبعا الحب البشري يمكنه أن يكون أنانيا، نريد الآخر أن يبقى معنا وفيما بيننا مهما كان الثمن إلى الأبد. اليوم كأن كل واحد منا هنا يقول لوديع: خليك بقلبي لا تروح، جوات عيوني لا تزيح، هون عليك كتير منيح. لكن الرب يقول بوضوح: تعالوا إلي أيها المتعبون والثقيلو الأحمال وأنا أريحكم. هذه الأرض ملآنة تعبا وشقاء، لكن أحضان الرب مفعمة براحة ما بعدها راحة وفرح لا ينضب. في المسيحية يا أحبة لا ننظر إلى عمر الإنسان عندما يموت. يقول النبي داود: أيام السنين هي 70 سنة، وإن كانت مع القوة ف80 سنة، وأفخرها تعب وبلية، لأنها تقرض سريعا فنطير. وديع حبيبنا وديع حقق بسنواته القليلة على هذه الأرض ما لم يحققه معمرون بحنانه وحبه واهتمامه بأهله وأقاربه والغرباء والمحتاجين وكل من عرفه وعمل معه. فكان اسما على مسمى. طبعا بشريا نقول أصعب فراء الحبايب، وأصعب عذاب الشوق اللي غايب، لكن مسيحيا يصبح من يغيبه الموت عنا شفيعا لنا، ملاكا في السماء خصوصا وإن كان شبيها بالملائكة بوداعته هنا على الأرض كوديع. بشريا يمكننا أن نقول: سكت الكلام، ما عادش فاضل غير دموع حزن وألم، فين حبيبي وفين ليالينا، راح ملحقش يقول سلام. أما روحيا نقول: لا تحزن ولا تيأس كباقي الناس الذين لا رجاء لهم، لأن المسيح الحقيقي لا ييأس، لا في المسيحية ولا في الكنيسة التي تطمئننا في كل حين وفي خدمة الجنازة أن ذكر الذي غاب عنا جسديا يبقى مؤبدا.
من خلال الأثر الذي تركه عبر أعمال المحبة والوداعة والتواضع التي فعلها في حياته الدنيوية. وهكذا كان الحبيب الوديع اليوم وديع يغادرنا بجسده، لكن بذلك يشبه المسافر الذي لا بد لنا من لقائه مجددا ولو بعد حين، ولو بعد فترة زمنية تطول أو تقصر. لذلك وكأننا نسمع من وديع هذه الكلمات، اسمعوا جيدا ما يقول وديع، اسمعوا جيدا ما يقول وديع: أنا مسافر يا أمي، أنا مسافر يا بي، أنا مسافر يا أحبابي، وادعوني. إذا بهجري جرحتكم سامحوني، وما تكون دمعاتكم سخية، لا تبكوا بتجرحوني، بعود وصيكم وصية، قبل النوم تبقوا من عشية، صلوا المسبحة وفيها اذكروني. آمين.